www.evaluationofproducts.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة تقييم المنتجات. نحن نشتري منتجات من مواقع البيع الإلكترونية ونجربها بالفيديو فور وصولها، نقيمها معا هل هي جيدة أم لا، هل ننصحكم بشراء أم لا. وإذا أردتم تجربة أي منتج قبل أن تشتروه فأرسلوا لنا الرابط وسنحاول شرائه وتجربته بالفيديو أيضا. هذا الفيديو خاص بالميكروسكوب الذي اشتريناه، ستجدون ربط الموضوع بالأسفل. اليوم لدينا حشرة كما تلاحظون، انظروا إلى حجم الحشرة مقارنة مع أصبعي كما تلاحظون. سنستكشفها الآن بواسطة الميكروسكوب الذي شرحناه سابقا، وستجدون ربط الموضوع في الأسفل. سنكتشف الآن بواسطة الميكروسكوب هذه الحشرة، هذا رأسها، انظروا إنها من الحشرات التي تفترس الأصغر منها. انظروا أنها هجومية، يبدو أنها هجومية. هذا سبحان الله جناحها شفاف كما ترون، جسمه يتكون من اللونين الأسود والأصفر. هذا قدمها، انظر به شوك مثل الشوك. للعلم فهي من الحشرات التي تلسع الإنسان أيضا، انظروا من هنا تستطيع أن تلسع الإنسان أو الحشرات الأخرى. مؤخرة جسمها، قدمها كما نرى، سبحان الله. يمكننا معرفة أدق التفاصيل في جسمها بواسطة هذا الميكروسكوب، ونستكشف خلق الله. انظروا من هنا يبدأ الجناح، من هنا يبدأ الجناح. هذا رأسها، هذا قرن استشعار. لكل حشرات بها قرن استشعار. انظروا يمكننا عد كم جزء في قرن الاستشعار، 10 أجزاء كما ترون. سنقلب الحشرة، لقد قلبنا الحشرة. هذه من الأسفل، هذا بطن الحشرة، هذه الحشرة من الأسفل. هذا الشيء الأحمر ربما يكون فم الحشرة. هذا طبعا رأسها، وهنا يظهر قرن الاستشعار، وماذا فم الحشرة الذي يديها، لكن من الأسفل الجناح كما ترون. هذه عينها كما ترون، عينها كبيرة جدا مقارنة مع جسمها. وهذا قرن الاستشعار، هذه عينها اليسرى كما ترون. في الأسفل فمها، سبحان الله، كما تلاحظون أدق التفاصيل ممكن أن تروها في الحشرة بواسطة هذا الميكروسكوب الذي أنصحكم فعلا بشرائه، لأنه سيفيدكم في استكشاف الكثير من الأشياء الدقيقة، وخصوصا خلق الله تعالى مثل هذه الحشرة الصغيرة. شكرا للمشاهدة، رجاء مشاركة الفيديو مع أصدقائكم ليستفيدوا، وعمل سبسكرايب اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والضغط على لايك، ونلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله. www.evaluationofproducts.com